الو، هلا حسن، كيفك؟ سؤالك. كيفك؟ يسعد مساكي، كيفك؟ تمام. مساك هلا، تمام، تفضل. بس عندي سؤال عن الايمان المسيحي، يعني هي موضوعين صراحه حاب افهمهم. موضوع الثالوث انه شرح عنه، والمسيح شو انه بالنسبه للايمان المسيحي شو يعتبر انه كابن؟ هل هو انه الله نفسه او ابن الله او شيء؟ بس حاب افهم الموضوع بعد اذنك. يعني هو هذا بده حلقة كاملة طويلة، لأنه يعني الثالوث، شوف، في كتب عملوها لشرحه، فلسفات طويلة. لأختصر لك إياه بجملة، رح أقول لك إياه باختصار، وببقى بعمل حلقة عنه لأشرح بأدلة وإثباتات أكثر عنه. ولكن الثالوث بالمسيحية، بالإنجيل ما في شيء اسمه ثالوث. إذا بتروح بتراجع الإنجيل العهد الجديد ما بتلاقي ثالوث، وإنما بتلاقي المسيح شو طلب من تلاميذه؟ قال لهم اذهبوا وعمدوا، بشروا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فلما قال هالأسماء، خلينا نقول الأسماء الثلاثة، فنحن بنقدر نعرف إنه كيف بنعرف الآب أي هو. اليوم الآلهة على الأرض كثيرة، يعني اليوم ممكن يجي واحد يقول لك أنا بعبد الإله، تقول له شو إلهك، شو شكله؟ بيقول لك محب وسلام ودنيا وكذا. فهل هو الأب ليسوع المسيح؟ إذا لا، معناته مو الإله. فهي هي العلامة اللي أعطانا إياها، مو ليكونوا ثالوث. نفس الشيء، هل رح يبعث الروح القدس؟ أنت اليوم تعمدت، فما ما تغير شيء بحياتك ولا بشخصيتك ولا صار شيء ولا حل عليك الروح القدس، معناته اللي تعمدت على اسمه غلط. ما في معموديات كثير حول العالم، في كثير بيعمدوا مانو المسيحية، صح؟ ايه اوكي فأعطانا صحيح. إذا باسم الأب والابن والروح القدس هالثلاثة الأسماء، لما بينقالوا على المعمودية نحن نعرف إنه هي المعمودية للرب. هاي واحدة. ثاني شغلة بالنسبة لسؤالك، المسيح من هو؟ باختصار، المسيح وفق الكتاب المقدس عرف عن حاله. أنا ما بحق لي أقول، نحن أصغر بكثير من إنه نصنف المسيح مين نحن، ولكن أنا بمشي حسب ما عرف عن حاله. قال عن حاله: أنا هو الابن، كل ما للآب دفعه لي، أنا وأبي واحد، من رآني رأى الآب. فأنت اليوم، في ناس ممكن شوف تأوفر بألفاظها كتير، في ناس ممكن تقلل منه كتير، ولكن هذا اللي قالوا عن حال. فإذا اليوم هو والآب واحد. هل قال المسيح شي مرة أنا الآب؟ هل قال أنا خالق السماء والأرض؟ لا، ما قالها، طبعا ما قالها. هي بالنسبة اللي بفوتوا الإسلام كثير بيسألوا عن هي الناحية، أبدا ما قالها. ولكن قال أنا الابن، وكنت منذ البدء. فهو مو إنه هلأ أسسه عمل ابن لإله مثل ما البعض بيتخيله وحب يبعثه للأرض، موجود من بدء التكوين، وهو والآب واحد. فنحن اليوم ما بنقدر نتخيله كبشر، ما بنقدر نعمل الإسقاطات البشرية على الله. ما بتقدر تشوف الله إنه هو بشر بياكل وبيشرب وبينام وبيتزوج وبيخلف، ما فيك، لأنه أنت يعني ما بتوصل لحقيقة أساساً صحيحة. صحيح. فماهية الله، بتعرف شو شكل الله؟ شيء الرب الإله عم بحكي، هل بتعرف شكل الله؟ هل بتعرف يعني فيك تتخيل لي إياه مثلاً، لونه، جنسه، شكله؟ حكماً لا. أكيد لا. فكمان صعب جداً نعرف شو يعني آب وابن، لنفهمها واحد اثنين ثلاثة، عرفت؟ ولكن شوف اليوم، خلينا ناخذها على منحى بشري، كيف نعرف انه هن واحد؟ اليوم اذا اجى، انت سوري من لهجتك، فاليوم اذا اجى حافظ الاسد، ابن الرئيس بشار الاسد، وقال لك هذا الامر مني وانا وابي واحد، هل بتقدر تخالفه؟ تقول لا، إذا ما قال لي طلع شو؟ مرسوم فيه. إذا قال لي هو شو؟ واحد، لو راح طلب من ابوه ما راح يقول له لا، إيه عرفت؟ أكيد. لو انت بتعرف تماما هذا الحكي، فاليوم ما فيك تيجي تقول لا، انت واحد من الشعب، انت مواطن، ما فيك تعملها فيه، لانه انت اللي رح تتضايق، مو هو. بالنتيجه فعلا هو لما قال لك انا وابي واحد، والقرار واحد، واللي بدي اياه رغبتي بيعملها ابي، وانا ما بخالف مشيئه ابي، ما هو يعني اعطانا السيد المسيح عن حاله. فهي باختصار، اذا بنحب نفهمها نحن كبشر، ليش المسيحيه بيأمنوا انه المسيح هو ابن الله؟ ما بيقدروا يقولوا نبي، النبي مأمور برساله معينه، النبي مطلوب منه، حتى الانبياء اللي عملوا معجزات لا تنسى عملوها كانوا يصلوا ويركعوا ويصلوا لله ويطلبوا اعجوبه. ايليا اللي هو اعظم نبي بالعهد القديم على سبيل المثال، نفس الشيء كمان، لما مات طفل حتى اقاموا بيقولوا لك صلى عليه وحط تمه على تمه، مثل اعطاه من روحه، من عمل طقوس معينه لحتى قومه من الموت. المسيح كان بكلمه منه
اخرج منها، اشفى، ابرأ، مغفورة. فهذا السلطان المعطى له ما هو سلطان النبي إذا بدنا ناخذها هيك. تحياتي لإلك، وأنا برحب مشكورة فيك كثير، إذا حبيت ترجع تتصل مرة ثانية لما بكون لايف. شكرا كثير لك. باي باي.